أنا في عبد الرحيم سيد محمد، مقيم في القطامية، عندي 61 سنة. من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الآثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، انتحلت في صفة اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسة الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقنن من الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأعمال الشركات، أوهمهم إن أنا عندي ناس في الحكومة بتخلص والكلام ده، وبناء عليها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت أخد التسجيلات أصلا اللي موجودة عندي على التليفون، بقيت أبعتها لكل الناس عشان أقوي علاقتي بهم إن أنا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحدة اسمها ميرفت محمد علي، مستشارة في رئاسة الجمهورية. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شوية مكالمات حلوين ورحت واخد منهم مكالمة وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حقنا. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الإخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي.